هتشيلني. يقول لي طول ما انا موجود في كل دقيقه بحياها، ملامح ابويا جواها، انا اللي بابويا بتباها، وبدعي له في كل سجود، وبدعي في كل سجود. صحيح مظبوط كلامك، مظبوط. يا ريتني ما خليتك، يا ريتني ما خليت، معلش حقك عليا، يا ريتني ما قلت لك تغنيها. بس الواحد يظهر لما بيكبر شويه بيضعف شويه يعني. المهم ربنا يرحم كلهم الحمد لله على كل شيء. هنفرح الناس خلاص، مش هنغني الحمد لله. لا لا لا، ساعات بتبقى في الحاجات دي راحه برضو. اكيد ساعات في الحاجات دي بتبقى راحه برضو. تمام ماشي تمام. نغني حاجه فرح؟ نغني حاجه فرح، نغني حاجه فرح. خش في الموضوع على طول. يلا بينا، يلا بينا. ايه نقول؟ ايه نقول؟ هوبا رجعنا ليكم، ولا نقول انت معلمه، ولا ايه؟ هوبا رجعنا ليكم، يلا بينا، يلا نغني. هوبا رجعنا ليكم، يلا ماشي. وانا غير المود، يلا نغير المود خالص دلوقتي. يلا صايا. انتي خلفه صايا ملفوفه في العبايا، ما تفكي خليك معايا، انا نفسي في الزبادي. طب صعبي ولا عادي؟ قلبه صم قلبصه، لو ميت نرفزه حلوه معجزه زي اللوحه المتبروزه. ثبتك يا قطه في الماشيه تشوفها بطه، لسه زي ما انا على مبدا الجدعانه، وماليش انا في النفسانه. يا عمرك ما كنت انا عندي كارثه كل يوم، بس رتمه رسمه مالهمش اي لازمه. هوبا رجعنا ليكو، هنعلم تاني فيكو، جامدين دايما عليكو، كاسحين كل المجال. طب يلا الدنيا زيطه وهنعمل لخبطيطه. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبة الاكس اكس بقى، بيقولوا ان انتوا يعني بسم الله ما شاء الله ربنا رزقكم وقعدتوا الكبار في البيت. لا خالص، احنا